أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. تحية إجلال وإكبار لشهداء الثورة السورية الأبرار. أنا العقيد الركن أحمد محمد الشيخ من مرتبات اللواء 146 مشاة. أعلن انشقاقي عن عصابات الوحش القاتلة بسبب الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين المطالبين بالحرية والكرامة، وأضع نفسي تحت تصرف الشعب الأبي المضحي المجاهد الصابر، وأنضم إلى الجيش السوري الحر مع ثلة من زملاء الضباط الأحرار الذين لبوا نداء الحق، وهذه هويتي. أنا الرائد المهندس محمد العلي وهذه هويتي. أنا الرائد ياسر الحمود وهذه هويتي. أنا النقيب كمال الحمود وهذه هويتي. أنا الملازم أول المظلي عثمان جميشي خاني وهذه هويتي. أنا الملازم خالد العلي وهذه هويتي. أنا الطالب المتوسط معن الشيخ وهذه هويتي. أنا المجند رمضان جميشي خاني وهذه هويتي. أنا الشرطة محمود العلي وهذه هويتي. أنا المجند رمضان عبد الرزاق حمود وهذه هويتي. كما وأهيب بزملاء الشرفاء الذين ما زالوا يطيلون في عمر هذه العصابة أن يتخذوا قرار الحق ويتخلوا عن هذه العصابة القاتلة للنساء والأطفال والشيوخ. عاشت سوريا عزيزة حرة أبية، والنصر قريب بإذن الله.